مشاهدينا الكرام، احييكم من تلفزيون جمهورية سومنلاند والى حضراتكم النشرة الاخبارية وابرز ما فيها. نائب رئيس جمهورية سومنلاند يصل بزيارته العملية الى واشنطن دي سي. اللجنة المكلفة بالبحث عن العمليات الابادية تكتشف مقابر جديدة باقليم جبلي. مسؤولي اقليم سرار ومنسق وزارة الصحة بالاقاليم الشرقية وافتتاح لهم مراكز صحية جديدة. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز العناوين وإليكم بالتفاصيل. وصل نائب رئيس جمهورية سومنلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيليعي والوفد المرافق له إلى مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية بعد مغادرتهم مطار عجالة الدولي الأربعاء الماضي، وهدفت هذه الزيارة إلى مشاركتهم بالجلسة التي كانت يعقدها أعضاء مجلس بلدية كارديف من أجل النقاش باعتراف جمهورية سومنلاند كدولة مستقلة لحالها. وصل نائب رئيس جمهورية سومنلاند فخامة عبد الرحمن عبد الله إسماعيل الزيلعي والوفد المرافق له إلى مدينة واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الأمريكية بعد مغادرتهم مطار عيال الدولية الأربعاء الماضية، حيث كان باستقبالهم لذا وصولهم إلى المطار العالمي لمدينة واشنطن السفير المعتمد لذا دولة سومنلاند للولايات المتحدة الأمريكية السفير رشيد كاف نورا وأعضاء من الجاليات الصوماليلاندية المتواجدة هناك. وتحدث أولا لوسائل الإعلام المختلفة بكلمة السفير المعتمد إلى دولة جمهورية سومنلاند للولايات المتحدة الأمريكية بكلمة الرحب من خلالها هذا الوفد الرفيع المستوى القادم من دولة جمهورية سومنلاند والتي يترأسه فخامة نائب الرئيس عبد الرحمن عبد الله إسماعيل زيلعي. وتحدث أيضا هناك فخامة نائب رئيس جمهورية سومنلاند بكلمة شكر من خلالها الجاليات الصوماليلاندية المتواجدة بالولايات المتحدة الأمريكية بالاستقبال الرحب الذي تلقوه منه، كما قدم فخامته شرحا مفصلا عن أهداف هذه الزيارة العملية التي قدموا بها إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد هذا الاستقبال تم نقل الوفد الصوماليلاندي الرفيع المستوى الذي يترأسه فخامة نائب الرئيس جمهورية سومنلاند بسيارات خصصت لهما إلى المراكز الخاصة للمسؤولين الوافدين إلى تلك الدولة بمدينة واشنطن، كما أن فخامته سيستقبل الجاليات الصوماليلاندية بعد مقابلته بعض من المسؤولي تلك الدولة بعد انتهاء اللقاءات مع كبار مسؤولي دولة أمريكا. سينتقل فخامته إلى دولة كندا المجاورة لدولة أمريكا. قامت اليوم اللجنة المكلفة بالبحث عن عمليات الإبادة الجماعية بجمهورية سومنلاند الكشف عن مقابر جديدة بأقليم جبيلي والتي جرت في عام 1987 حتى عام 1988. قامت لجنة البحث عن عمليات الإبادة الجماعية بجمهورية سومنلاند الكشف عن مقابر جديدة بأقليم جبيلي والتي تمت في عام 1987 حتى عام 1988. وتحدث هناك بداية رئيس اللجنة المكلفة بالكشف عن المقابر الجماعية سيد خضر محمد طاهر بكلمة أشار من خلالها على أنه اكتشف اليوم عن إحدى المقابر الجماعية التي تمت إبادة بإقليم جبيلي من قبل حكومة زياد بري في ذلك العهد، حيث حصلنا حتى الآن ما يقارب على مقبرة 6 أشخاص جماعية وما زلنا في البحث عن شخص سابع من ضمن هذه الجماعة، كما أبعث تعازية إلى أهالي وسكان تلك المنطقة من هذه العملية المتوحشة التي نفذتها سلطات زياد بري على أهالي تلك المنطقة. كما تحدث أيضا هناك صفية آدم معاد أحد أهالي وأقارب الشخصيات الذين تمت بهم عمليات الإبادة بكلمة تحمل كل مشاعر الحزن والأسى لهؤلاء الأشخاص الذين نفذت بهم عمليات الإبادة، حيث أشارت من خلال حديثها إلى أن هؤلاء المواطنين العزل تم تنفيذ عملية قتلهم في وضح النهار من قبل جيش زياد بري. كما تحدث أيضا هناك عمدة إقليم جبيلي السيد أمين عمر عبدي ومحافظ البلدية مصطفى عبدي شينة بكلمة أشار من خلالها عن العمليات الوحشية التي قامت بها سلطات زياد بري بسكان تلك المنطقة من قتلهم ودفنهم بمقابر جماعية في عام 1988، حيث تولى مسؤولية هذه العمليات المجرم توكي والذي كان من ضمن مسؤولي تلك المنطقة للسلطة الحاكمة آنذاك والتابعة لزياد بري.
وأضاف المسؤولين من خلال حديثهما إلى أن جميع هذه الوقائع التاريخية تكون عبرة واعظة للأجيال الناشئة بجمهورية سوماليلاند، كما أننا لا نتوقف من إجراء البحث والقبض على هذه الشخصيات المجرمة أينما كانت وإيقافهم أمام المحكمة العالمية والدولية، كما نعزي جميع أهالي وسكان تلك المنطقة على الجريمة الشنعاء التي نفذت بأهاليهم وأقاربهم. افتتح اليوم مسؤولي إقليمي سورار ومنسق وزارة الصحة لإقاليم الشرقية بشكل رسمي مركزا جديدا لمرض السل بمدينة عينبو مركز إقليمي سورار. افتتح اليوم مسؤولين إقليم سرار وعدد من مسؤولين وزارة الصحة بإقاليم الشرقية بشكل رسمي مركز جديد لمرض السل بمدينة عينبو مركز إقليم سرار، وشارك في هذه المناسبة محافظ إقليم سرار وعمدة مدينة عينبو ومنسقين وزارات الصحية بإقاليم توكدير وسرار وعقال ومثقفين وضيوف شرف آخرون. وتحدث في بداية هذه المناسبة بكلمة محافظ إقليم سرار وعمدة مدينة عينبو ومنسقي وزارات الصحية بأقاليم توكدير وسرار، أشاروا من خلال حديثهم عن أهمية هذا المركز للمواطنين الإقليم والذي كانوا بأمس الحاجة إليه، وشكروا من خلال حديثهم كل من ساهم بافتتاح هذا المركز الهام لسكان المنطقة. ومن جانب آخر افتتح محافظ إقليم سرار ومنسق وزارة الصحية لأقاليم الشرقية افتتحوا مركز صحي بمنطقة أوق، حيث ساهم في تأسيس في افتتاح هذا المركز الصحي مسؤولي منطقة أوق ومسؤولي وزارة الصحة. وتحدث هناك بكلمة عدد من مسؤولي منطقة أوق ومسؤولي وزارة الصحة بالإقليم، أشاروا من خلال حديثهم عن أهمية هذه الخطوات الهامة التي تقوم بها الحكومة وبشكل خاص وزارة الصحة من بناء وتأسيس واستكمال مشاريع وخدمات أساسية لسكان المنطقة. وشكروا أيضا من خلال حديثهم حكومة جمهورية سوماليلاند والتي يترأسها فخامة أحمد محمد محمود آدم بمجهودات ومشاريع التي بذلوها بالمنطقة ووعودهم التي قاموا بها على أكمل وجه. عقد اليوم بعاصمة هرجيسة مناسبة لاختتام الدورة التدريبية التي أقيمت لجميع الشباب خريجي الجامعات في مجال الصحة، وهدفت إلى رفع مستواهم العلمي في مجال تخصصهم الطبي حيث وفدوا من جميع أقاليم البلاد. عقدت اليوم بعاصمة هرجيسة مناسبة اختتامية لدورة تدريبية التي أقيمت لجميع شباب خريجين جامعات في مجال الصحة، هدفت إلى رفع مستواهم العلمي في مجال تخصصهم الطبي والذين قدموا من جميع أقاليم البلاد. وتحدث هناك بكلمة رئيس لجنة الأطباء جمهورية سوماليلاند الدكتور عبد الرشيد حاشي عبدي بكلمة أشار من خلالها إلى أهمية تطوير العلوم الخاصة بالصحة وتوصل فترة بعد فترة إلى تحقيق وإنجازات عظيمة في هذا المجال. كما تحدث أيضا هناك أستاذ أحمد حسين عيسى بكلمة أشار من خلالها إلى أن إقامة دورات تدريبية والنقاش المستجدات العملية في مجال الصحة بين أطباء العالم في كل حين وآن واستمرارية التواصل بينهم وتداول المعلومات فيما بينهم يساعد بشكل كبير الأطباء القائمين في خدمة مجال الصحة. كما تحدث أيضا هناك المتحدث الرسمي لأطباء الجدد بمجال الصحة والمتلقين هذه الدورة السيدة قدون شيخ بكلمة أشارت من خلالها بأن هذه الدورة التي تلقوها من قبل لجنة أطباء جمهورية سوماليلاند تعتبر بالنسبة إليهم ذو أهمية عالية وموقع معلوماتي جديد لمواكبة أطباء العالم وتقوية ورفع أيضا أطباء جمهورية سوماليلاند من مستواهم المعلوماتي والعمل الخاص بمجال الصحة وعلوم الطب والتقليل من اكتظاظ وازدحام ناشئ من عوز أطباء ذوي خبرة عالية في عاصمة هرجيسة. كما أن عمليات الرفع مستوى العمل للأطباء الخريجين ستغطي حاجة البلد إلى حصولهم على أطباء ذوي مستوى عالي ومتمكن في مجال اكتساب علوم الطب وتخصصهم، حيث سيقدمون خدمات متكاملة تفتقد إليها مجتمعات سوماليلاند وبأشد الحاجة إليها. كما تحدث أيضا هناك خبراء وأطباء بكلمة أشاروا من خلالها عن أهمية رفع مستوى الأطباء الحديثين عهد في مجال الطب والمتخرجين من جامعات الوطنية وتزويدهم بأحدث المعلومات الخاصة في علوم الطب والصحة. بعثت اليوم الجالية الصوماليلاندية المقيمة بدولة نرويج برقية تعزية ومواساة لأهالي وأقارب أسرة الفقيدين وإلى كافة شعب جمهورية الصوماليلاند بالمنية التي وافت كل من المناضلين الكبيرين التاجر حسين محمد عوالي والجنرال السابق للقوات المسلحة لجمهورية الصوماليلاند الجنرال علمي روبلي. بعثت اليوم الجالية الصوماليلاندية المقيمة بدولة نرويج برقية تعزية ومواساة لأهالي وأقارب وأصحاب وأسرة الفقيد وإلى كافة شعب جمهورية سوماليلاند برقية تعزية ومواساة منية التي وافت كلا المناضلين الكبيرين القوميين وهما التاجر الكبير حسين محمد عوالة والمشهور
كعمدارين، والجرنال السابق لقوات المسلحة لجمهورية سوماليلاند الجرنال الميروبلي فوري رحمة الله عليهما، كما سأل الله لهما بأن يسكنهما فسيح جنانه ويلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان. وتحدث في مناسبة وفاة الفقيدين عدد من المسؤولين الجاليات الصوماليلاندية بكلمة تحدثوا من خلالها عن تاريخ كلا المناضلين الكبيرين، كما لمحوا في خلال تاريخهما بأنهما كانا من ضمن أبرز الشخصيات الذين ساهموا لتوثيق ونشر عرى المحبة والتعاون فيما بين أفراد المجتمع الصوماليلاندي. وفي الختام سألوا الله جميعا بأن يسكن المرحومين فسيح جنانه ويلهم أهلهما الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. مشاهدينا الكرام، بهذا النبأ تنتهي نشرتنا الإخبارية لهذا المساء، قدمتها على حضراتكم من تلفزيون جمهورية صوماليلاند القومي. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.